مرحبا، بدي أحكي عن فترة المتابعة خلال الحمل بزمن الكورونا أو الكوفيد 19. نحن بنعرف أنه النساء الحوامل بيتابعوا بشكل دوري عند طبيبهم، وعادة الزيارات ما بتكون كتير متباعدة، بس بهالوضع الاستثنائي منفضل أنه نبعد هالزيارات ونصير نحصرهم للزيارات اللي فيها أو فحص دم أو صورة صوتية مثل صورة النيوكل ترانسلوسنسي أو سماكة الرقبة، الصورة التفصيلية اللي متأكد فيها من سلامة الجنين. فبدل ما تزور الست طبيبة معدل 10 مرات خلال الحمل، فيها تزوره تقريبا 5 ل6 مرات، وهذا الشيء ما مفروض يأثر سلبا على صحتها ولا على صحة الجنين. النقطة الثانية اللي بحب ركز عليها هي الفون ترياجينج، في أو المسح على التليفون. عادة النساء ممكن ما يكونوا عارفين أنه هن ناقلين الفيروس، فمن المستحسن هن يتلفنوا قبل موعدهم، وفي بعض المستشفيات هن اللي بياخدوا هالإنيشيتيف وبيتلفنوا للمرضى تبعولهم ليتأكدوا إذا عندهم احتكاك بحدا معقول يكون عنده كورونا فيروس او طلع عنده كورونا فيروس، اذا عندهم هن او حدا بالبيت معهم عوارض مثل ارتفاع بالحراره، مثل سعله او ضيق تنفس. اذا كانت الاجابه على حيالله من هالاسئله ايجابيه، عاده بنفضل ناجل الموعد الا بالحالات الطارئه. النقطه الاخيره بتتعلق بالاشخاص اللي بيرافقوا الست الحامل على موعدها. بالأوضاع الطبيعية عادة بيجي شخص أو شخصين أو أكثر بعض الأوقات، بس بهالوضع الاستثنائي منفضل تجي الست لوحدها. ليه؟ لأنه هالأشخاص عم بيعرضوا حالهم وعم بيعرضوا عائلتهم وعم بيعرضوا الطاقم الطبي والتمريضي لريسك يكونوا يلقطوا هالفيروس. فمنفضل يضلن هالأشخاص بالبيت لسلامة الأم وسلامة العائلة، وبتبقى الوقاية هي أفضل طريقة لتتجنب ست الحامل تلقط الفيروس، من غسل اليدين بشكل مستمر وعدم لمس الوجه، التباعد الاجتماعي، وتلبس القناع أو الماسك خلال وجودها برات البيت.